لا نطلع نشوف سؤال الجمهور ونرجع، استنونا. لو صاحبتك فركشت وصاحبها طلب الدباديب منها تنصحيها بإيه؟ والله الدباديب إيه أنا عن نفسي لو انتصار فركشت وحنبوزه الدباجيب اللي جايبها لها، هقول لها انت تاخدي الدباجيب دي تقطعيها وتطلعي منها القطن وتعمليها تمسحي بيها ضوافرك اسيتون، امسحي بيها ضوافرك وتجي له الهيكل بتاع الدبدوب، خلي الدبدوب رايح له عامل له كده، بس تخليها من القطن تودي الدبدوب على اللحم. طيب الست المفركشه او الست المطلقه، احنا النهارده عاملين الحلقه دي عشانك، وهنقول لك ازاي ما تزعليش. هما بيقولوا الصاحبه ما تقولش ايه لصاحبتها. حبيبتي مش محتاجه حد يقول لك حاجه، انت بتبتدي حياه جديده، دي فرصه ليكي ان انت تبتدي حياه جديده. هنرجع لك مره ثانيه بس بعد الفاصل، مستنينا ما تروحيش في حته، انت بالذات مستنينا.